هلو، شلونكم؟ رحب بكم أجمل ترحيب من عالم صوت المستقبل. اليوم احنا موجودين على أرض كربلاء المقدسة، راح نشوفكم ونعرفكم عن نداف علي حسين. تعرفون التفاصيل أكثر؟ خليكم وياي. يلا السلام عليكم. سلام حبيبي، أهلا مصطفى. شلون الصحة؟ شلون صحتك؟ عافيتك؟ والد دول عمرك الله يخليك عمو. بلي اسمك فني علي حسين علي، وفوق كل هذا نداف. بلي يعني بالحالتين فنان. رحم الله والديك. نعم منك. صار لك ايش قد بهاي المهنة عمو؟ حوالي 50 سنة، من 70 لي ساوي احسبها. قد كان عمرك بوقتها؟ 7 سنوات. زين عمو، احكي لي شويه على المهنه، تفاصيلها، شلون تبدي المهنه. اي واحد يجي مثلا يوصلك على دوشك، على المخده، على اللحاف. تبدي من المخده تنتهي باللحاف، اخر شيء. بس هسه اكثر العالم ما تسوي لحف، لان كله لحف جاهز، وحتى المخازن هم ماكو جاهزه. فذاك من ذاك اللي يوصيك على مخده، على دوشك، على قطن. يعني هسه مثلا انا جيتك قلت لك عمو ابو مهند، بلي انا اريد خلينا نقول دوشك. ايه شلون بدايه الشغل مالته؟ شلون راح نختار القماش في البدايه؟ اول مره تختار القماش والنقشه مالته. جيد. وانواع القماش، مثلا هذا درجه اولى، هذا ثانيه، هذا ثالثه، هذا رابعه. وبعدين نجي على القطن. القطن اكو درجات، اكو ديباج، اكو درجه اولى، اكو درجه ثانيه. شغله النظافه عده مراحل الطب. نقدر نشوف المراحل؟ اول ما نجيب الخام، هذا الخام الابيض اللي هو القماش. ايوه اي القماش اول نفصله، بعدين نجيب القطن ندخله بهذه الماكينه التنفشه، تطلع مثل الريش. نذب القطن، شغل الجير مالتها اللي قدام. نذب القطن مالتها، هذا القطن الزين شاميه. هاي هي شاميه على قولت ابو مهند. أم تحس هاي المهنه يعني بدات تعاني من الاندثار؟ اندثار يعني تنقر انقراض. ايه؟ يعني ايه يعني ازد العالم باتت من عندها تمل. ايه فانا ما يا بها شغلتكم تدش من اللغه، اي شغلتكم ما تقدرون هذا. زين عمو ابو مهند، بلي انت تشوف هاي المهنه يعني مرتبطه بتراثنا؟ طبعا تراثنا وعملاقه حيل، يعني مو شو ما تراث حيل قوي. وثاني هي التصاميم، صمم لك الجودليه وصمم لك الدوشك. هسه واحد يجينا يرجع عرس يريد فلاشي فلاشي فلاشي، تظل تصمم بيه. عمو خيطه؟ تعرف تلزم نبره؟ ان شاء الله تلزم. اي شكل اي شكل عمودي افقي شلون؟ انا راح الزمه واذا ما عرفت علم. اي هذا ابره حبيبي. عمو شنو الصعوبات اللي تواجهك بهاي المهنه؟ صعوبه ماكو، ما توصل لي 50 سنه بيها عندي هذا زلاطه. والله العظيم زلاطه، اللي يجيب لي لحاف طوله 5 درهم خيطه. ابو مهند، بلي الاحلام ما توقف على عمر، مو؟ اي ما توقف ابد. فشنو حلمك؟ والله حلمي ان تبقى هذه المصالح والحرف هاي وما اريد تنقرض، تبقى الى طول الزمن. زين ابو مهند، بلي شنو نصيحتك للشباب؟ والله اي 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 شباب مستوى فاضل عن الدنيا ويلزم له مصلحه ويقعد، ليه ظل هذا منا منا. المهنه حلوه بيها شويه متاعب، لازم نتعلم عليها شوي شوي. كل بالنهايه احب اقول انط الخبز الخباستي. شكرا عمو مهند، اسفين على الازعاج، اودعناكم. الله يوفقك. باي باي. بالصوف حبيبي. وش حكي احلى نحكي.